السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لالة فاطمة. اليوم غادي نوجد معكم واحد الخبز ديال الخميرة البلدية اللي بالدقيق الكامل ديال القمح. شي بنات صحباتي كانوا قالوا لي غادي بغينا الخبز ديالك اللي كتوجدي بالخميرة البلدية، وقلت غادي نوجدو ليهم وان شاء الله من بعده غادي ندير لهم الطريقة ديال الخميره البلديه اللي كنوجدها. كيفاش كنحضرها؟ كنوجدها باللبن. غادي ندير لكم ان شاء الله على فيديو غادي نوجدها لكم. المهم هنايا عندي تقريبا واحد جوج زليف كبار عامرين ديال الدقيق ديال القمح. شفتوا الدقيق ديال القمح اللي تنخرجوا منه هذا مرطح، ولا كديه ليه وتيخرج لك هذه الحمراء هذه ديال الكريصه. ها هي باش غادي نقرص. والخميره البلديه شو كيفاش كتجي، كتجي تبارك الله فايدة وزوينة. غادي نحلها باش تشوفوها. شتي غادي نديرو منها وغادي نعدي الملحة. ما غنديرش خميرة رومية، غير خميرة البلدية صافي. غندير من هادي غندير منها نص، وغنزيد عليها غنزيد عليها الدقيق باش غادي نزيد شوية الماء سخون ونخلطها باش كتعاود تزيد تخمر. المهم عندي هنايا كيما قلت جوج زلايف كبار، يعني تمن واحد كيلو لا روب ديال الدقيق. ما غندير لا فورس لا حتى شي حاجة، لا فينو لا والو. صافي غادي ندير الخميره البلديه والملحه، وعندي الماء دافي باش غادي نعجن، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. صافي نبدا نحط المعلقه. الخبز ديال الخميره صحي، الخميره البلديه راه صحي وكلشي الدكاتره كيهضروا عليه. غندير غير هذا القياس هذا بركه، وغادي نزيد على من بعد واحد شويه ديال الدقيق، غير شويه غادي نزيدو في هاد القرعه هادي، وغادي نخلطو بالماء. ملحه كتبقى حسب. بسم الله انا بغيت نعجن بالعجانه، ولكن الخبز ديال الخميره البلديه كنبغي نعجنو بيدي حيت خصو شويه يتدلك. الماء الاول ما تجريوش العجينه باش او تعطيوها الماء، وكم نتوما كتعطيوها الماء وهي كتدلك. انا بغيت ندير معكم هذا الفيديو باش البنات اللي شي بنات صحاباتي كنوجه لهم التحية، راه غيتفرجو في هاد الفيديو غيعرفو. قالوا لي بغينا نعرفو الطريقة ديالك ديال الخبز والخميرة البلدية. أنا دابا كندير غير هي، مكنديرش خميرة رومية كاع. خميرة رومية إلا بغيت نصيب بحال هكا الرطبوط ولا خمارات ولا شي حاجة، هكدا كنخدم خميرة رومية. راه كتبغي هي الماء، الدقيق تيبغي الماء باش كيطاب. انا كنحاول نزرب باش ما يجيش الفيديو طويل، كنحاول نزرب باش ما يجيش طويل وما يجيش ممل. شوف لي هذا هو الدليك ديالي اللي كندير، كتجي مبلوكه ورطبه وزوين. انا ملي كندير العجين بيدي هي كاين العجانه ومكنخدمهاش بزاف، كندير العجين بيديا كنحس بواحد المتعة. كيجيني الخبز رطب في يديا، العجينة كتجي رطبة في يديا. كنخدم العجينة غير بغيت نصايب مسمان ولا كيما قلت لكم الخميرات ولا الطيبيطات. دابا غنزيد شوية الماء، غنزيد
ترتاح واحد نص ساعه، وعاده غادي نجي نقرصها. دابا غادي نغطي هاد العجينه، الشوك كتجي مرخوفه ومدلوكه، غادي نغطيها وغادي نزيد على هاد الخميره، نزيد على شويه ديال الدقيق، ونزيد على شويه الماء سخون، ونحركها بالمعلقه ونعاود نغطيها ونرجعها تخمر. دابا غادي نخلي العجينه ترتاح واحد نص ساعه، ومنين نبغي نقرصها غادي ان شاء الله نرجع معكم. دابا الخميره هي خمعان، عجينه خميره العجينه هي خمرات، غادي نقرصها دابا ان شاء الله، نقرصها وتشوفوها ملي تخمر وطيب شي كيفاش كتجي. نحيد من داك الهواء، نقرص جوج خبيزات، دور قصيه، هاد التكريسه هادي كتبقى اختياري، اللي بغى يقرص بالبوله رقيقه ولا غادي نحط هنايا ترتاح شويه، كتكون مرخوفه، هذا هو السر ديالها باش تطلع زوينه. الخبز ديال الخميره البلديه ما تيبغيش يترقق بزاف، الا رققتو ما يقدر ما يخمرش دغيا. شوف العجينه راه مرخوفه، هذا هو السر ديالها باش كتجي رطب، الخبز كيجي رطب. صافي دابا غادي نغطيه وغنخليه حتى يخمر واحد ساعتين، وغادي يكون خامر ان شاء الله، وغادي نطيبو، ومن بدا نطيب فيه غادي تكونوا معايا ان شاء الله. البنات الخبيزات ديالنا هما خمرو دابا تقريبا 12 قسمين، راكو شتو قرصتو معاه تقريبا ديك العشرة، جنت معاه 9 ونص، خليتو يرتاح واحد نص ساعة، وعاد قرصتو، قرصتو مع العشرة، هاهو هو خمر، شتو هاهو خمر مزيان. ملي كديري ليها وكتشوفي كيطلع ديك الطراسه ديال صبعك راه خمر مزيان. دابا سخنت الفران وغادي ندوز باش نطيبو، وغادي نديرو في اللاطه وغادي نوريكم، لانه انا كنصور دابا غير بيد وحده، قبيله كان كيصورني راجلي ولكن دابا ما كاينش. المهم غادي نديرو في اللاطه باش نطيبو وغادي تبقاو معايا. انا رميت غير وحده، انا درت غير وحده في اللاطه، غادي نتقبها وندخلها الطيب. هو الخبز دخلته الفران، غادي نشعل عليه غير من التحت، شفتوا العافيه عليه من التحت، ما نشعلش من الفوق حتى كيتنفخ ليا الخبز، كيبان ليا تنفخ، وغادي نشعل عليه من الفوق حتى يتحمر ونخرجو، وملي غادي نخرجو غادي نوريكم. هو البنات ملي شعلت على الخبز، دابا طيبت الخبزه الاولى، هذه الخبزه الثانيه، غادي نشعل عليه دابا ملي تنفخ ليا شويه، نشعل عليه من الفوق. شو دابا شعلت عليه من الفوق، نخليه حتى يتحمر من التحت ومن الفوق، وغادي نخرج. صافي ها الخبز طاب، شتو هو تحمر، انا غادي نجبدو. ضروري ما تغطيوه باش تيترجع ليه ديك السخونيه باش يرطاب. دابا غادي نخليه حتى يرطاب شويه حيت غطيته، ورجع معاكم. ها هو البنات الخبز اللي علمت معاكم ديال الخميره البلديه، من بعد ما طاب شتو راه كيجي رطب، نقطعو قدامكم تشوفو. شوف كيفاش كيجي رطب زوين،
ولا ما قداش لينا قلت له كبار ما قداش لينا الوقت بزاف في الخميره ساعتين شوف كيجي رطب وزوين ها ايوا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتديروا لي ابونيو وتديروا جيم باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد خليتكم على خير والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.